بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فيطيب لإخوانكم في مؤسسة التوبة للإنتاج الإسلامي والتوزيع بمدينة جدة أن يقدم لكم هذه المحاضرة المباركة، وذلك ضمن سلسلة مختارة من محاضرات فضيلة الشيخ صالح بن محمد الأسمري حفظه الله ورعاه. وهذه المحاضرة المباركة بعنوان فقه الخطبة، سائلين المولى القدير أن ينفع بهذه المحاضرة وأن يجزل المثوبة والأجر للشيخ حفظه الله. والآن مع المحاضرة. الحمد لله ذي الآلاء، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وصحبه الأصفياء، أما بعد، فسيكون حديثنا إليكم في هذا اللقاء معشر الإخوة الدعاة والخطباء عن فقه خطبة الجمعة، أحكاماً وآداباً، شرائط وأركانا، سننا ومندوبات، وما ذلك إلا لأهمية خطبة الجمعة في شعائر يوم الجمعة الذي عظمه الإسلام وجعله ثالث عيدين مشهورين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حث أمته على الفقه في الدين في أخبار كثار، ومن ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معاوية ابن أبي سفيان عليهما من الله الرضوان أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب، فكان من ضمن خطبته أن قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم هناك أمور ثلاثة هي زائدة عن الترغيب العام في معرفة أحكام الدين وآدابه وما إليه في أمر خطبة الجمعة. أول ذلك أن خطبة الجمعة إحدى شرائط صلاة الجمعة، فصلاة جمعة ليس فيها خطبة فيها خداج كما قرره الفقهاء يرحمهم الله، ومن ثم لا بد من العناية بهذه الخطبة وفقهها ومعرفة أحكامها وآدابها وأركانها وفرائضها. ومن ثم عني الفقهاء يرحمهم الله في كل مذهب قرروه وفي كل كتاب سطروه عند ذكرهم لأحكام يوم الجمعة أن يجعلوا فصلاً وباباً يخص خطبة الجمعة لأهميتها وموقعها من يوم الجمعة نفسه. وأما الثاني فهو أن خطبة الجمعة كالبديل عن ركعتين من أربع ركعات كن يركعن في هذا الوقت، وليست هي بديلة عن ركعتين من صلاة الظهر بعينها، فالأمر فيه خلاف والجمهور على عدمه، إلا أن الشافعية والحنابلة يرحمهم الله كما في مشهور كتبهم قد جعلوا ذلك بديلاً عن ركعتين وأطلقوا دون تعيين لكونها الظهر، بل المقرر عند الحنابلة أن الظهر بديلة عن الجمعة حالة القضاء، وليست الجمعة بديلة عن الظهر، والشأن في ذلك مشهور عند متأخري الفقهاء، ويدل على كون خطبة الجمعة بديلة عن ركعتين أخبار، ومن ذلك ما ذكره الفقهاء وهو عند عبد الرزاق في مصنفه
عن عمر بن الخطاب وعائشة رضي الله عنهم أجمعين أنهم قالوا قصرت الصلاة لأجل الخطبة، وهذا فيه دلالة على المقصود. ولما كان الشأن كذلك قامت مقام الصلاة في التعظيم وكونها شعيرة، وخطب الصلاة عظيم ليس بالسهل، كذلك ما قام مقامه بنحو عظمته ومتانته. وأما الثالث فهو أن خطبة الجمعة منفذ لخطاب الجماهير ونقل أفكار الخطيب إليهم وما استودعه في ضميره ونفسه إلى مستمعيه. ولما كانت الجمعة يدعى إليها الناس زرافات ووحدانا، وقد أمروا بالإصغاء والاستماع إلى خطيبهم، تعين أن يهتم بهذه الخطبة عظيم الاهتمام حتى يوصل الأمر الذي يرغب الخطيب فيه إلى مستمعيه على وجه حسن. تلك أمور ثلاثة تزيد من عظمة نظرتنا إلى خطبة الجمعة واهتمام الإنسان بها، خصوصا ذلك الخطيب الذي ينتصب بين الناس واقفا منذرا أو مرغبا مرهبا أو داعيا، هو بحاجة إلى مزيد فقه لهذه الخطبة وإلى مزيد معرفة بأحكامها وسننها وشرائطها وما إلى ذلك. وستدور رحى حديثنا عن فقه خطبة الجمعة عبر مسارات أربعة. أول هذه المسارات شروط خطبة الجمعة، وثانيها أركان خطبة الجمعة، وثالثها سنن ومندوبات خطبة الجمعة، ورابعها تنبيهات على مكروهات وما إليها. فهذه سيرتنا وإياكم، نبدأها بأول ركائزها المتعلق بشرائط خطبة الجمعة. وذلك أن الفقهاء قد اختلفوا في تعديد شرائط خطبة الجمعة، إلا أن ثمة تسعة شروط اعتمدها الحنابلة في آخرين، ودل عليها دلائل كثيرة، كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله في مجموع الفتاوي وكذا جماعة، ومنهم ابن قدامة المقدسي يرحمه الله في كتابه المغني. أول هذه الشروط أن تكون خطبة الجمعة بعد دخول وقت الجمعة، لا أن تكون قبلها، فلو وقف الخطيب على منبر أمام آخرين ولو بلغ العدد عدته وخطبهم قبل دخول الوقت لكانت خطبته كعدمها ولما صحت الجمعة حينئذ. وهذا الشرط قد دل عليه دليلان معتبران. أما الدليل الأول فالسنة الماضية من النبي صلى الله عليه وسلم والنصوص فيها متواترة، كما قاله ابن عبد البر عليه رضا ربنا البر في كتابه المسمى بالتمهيد والآخر المنعوت بالاستذكار. وأما الثاني فهو الإجماع المحكي، وقد حكاه الموفق في المغني وابن عبد البر والنووي في آخرين، واتفقت المذاهب الأربعة على اشتراط دخول الوقت. وثاني الشروط النية بأن ينوي أن تكون خطبة جمعة، فلو نوى غير ذلك لما صح، ويدل على ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الشهير المخرج عند البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
وقد نص على هذا الشرط الحنابلة دون غيرهم من المذاهب الأخرى المتبوعة، ويؤيده ظاهر الحديث وعموم لفظه. وثالث الشروط هو أن يحضر عند الخطبة عدد تنعقد به الجمعة، وأما إذا كان دون ذلك أو أقل مما اشترط للجمعة من عدد على اختلاف في العدد عند الفقهاء، فإن الخطبة لا تقع موقعا صحيحا بل تكون غير مجزئة. وقد عد هذا الشرط شرطا أصحاب المذاهب الأربعة باتفاق دون اختلاف بينهم كما هو مقرر في مشهور كتبهم. وما ذلك إلا أن الجمعة لها من اسمها نصيب، فهي لاجتماع كان من أناس تقوم بهم هذه الصلاة، واختلف في عددهم، فقيل عدد الحاضرين 40 دون أن يقل عن هذا العدد، وهو مذهب الشافعية والحنابلة. وذهب المالكية إلى أن العدد على 12 رجلا ومنهم والإمام زائد عليهم، وذهبت الحنفية إلى أقل الجمع لغة وهو 3، فيكون العدد 3. وهذه اختلافات بينة، إلا أن دلالة الجمعة مع الجماعة وما يشترط من جمعية لصلاة الجمعة أقل شيء ما ذهب إليه الحنفية يرحمهم الله، وهو ما يدل عليه ظواهر النصوص الصحيحة، وهو ما اختاره وجزم به جمع من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله، وهو الأصح في المسألة إن شاء الله. ويدل عليه ضعف الأدلة التي اقتصرت على 40 أو على 12 ويزيد عليهم الإمام، فيقتصر على ما اقتصر النص عليه دون تزيد. فلو أقام رجل الخطبة للجمعة مع أقل الجمع المنوه إليه عند الحنفية لأجزأت خطبته ووقعت جمعة. ورابع الشروط أن يكون هناك موالاة بين الخطبتين إن فصل بينهما، وأن يكون هناك موالاة بين الخطبتين كلتيهما مع الصلاة للجمعة. وأما أن يفصل المرء بين خطبة وأختها فيأتي بالأولى في أول النهار إن دخل وقت الضحى على مذهب الحنابلة وغيرهم ممن يجعلون وقت صلاة الجمعة كوقت صلاة العيد، ثم بعد ساعات يأتي بالثانية، فإنه قد فصل بينهما فصلا طويلا في العرف غير مجزئ حينئذ. فلا بد من الموالاة بين الخطبتين كلتيهما على وفق ما سبق، وبين الخطبتين بجمعهما مع الصلاة من جهة أخرى. ويدل على صحة هذا الشرط دلالتان، أما الدلالة الأولى فهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم المستفيضة، حيث إنه كان يفعل ذلك ولا يؤخر الأولى عن الثانية، ولا يؤخر الخطبتين عن الصلاة، وهو القائل كما في صحيح البخاري من حديث مالك بن الحويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي. فواجب اتباعه حينئذ في ذلك. وأما الثانية فهو ما حكي من اتفاق بين الفقهاء، حكاه ابن هبيرة في الإفصاح في آخرين، إلا أن الفقهاء قد اختلفوا في تعيين اسم هذه الحقيقة،
أهي شرط أم ركن؟ فذهب الجمهور إلى أنها شرط لا ركن، وهو مذهب الحنابلة والمالكية في آخرين. وذهب الشافعية إلى أن الموالاة ركن وليس بشرط، والقول بركنيته قوي، إذ إن الشرط لا بد له من أدلة ترتقي عن أدلة الركنية، كذا الأصل عند الأصوليين. وعلى كل فمذهب جمهور الفقهاء أنه لا بد من الموالاة بين الخطبتين وبينهما والصلاة على ما سبق. وخامس الشروط أن تكون خطبة الجمعة بلغة عربية لا أن تكون بلغة أعجمية، فإن أشرف اللغات هي لغة العرب وهي اللغة العربية، ولذلك عظم أئمة الإسلام اللغة العربية وجعلوا ذلك شعيرة من شعائر الدين، وهو كذلك. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله: في اقتضاء الصراط المستقيم يجب حب جنس العربية وجنس العرب، وهذه المحبة يعني بها التفضيل، أي تفضيل جنس العرب على جنس العجم، وأما أحد الناس فالتفضيل بينهم بالتقوى كما هو نطق القرآن. ودل على شرطية العربية دلالتان، أما الدلالة الأولى فسنة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه مع توسع مدائن الإسلام ودخولها في العجم في الحقب المتأخرة في عصور الخلفاء الراشدين، ومع ذلك لم ينطق ولم يهمس ببنت شفه بلغة غير اللغة العربية في جمع وخطب، بل كان ذلك باللغة العربية وهو شعار. وأما الثاني فهو الإجماع المحكي، وقد حكاه جماعة، ومن أولئك ابن عقيل والبهوتي وابن عبد البر على ما حكاه بعض المتأخرين، وهذا فيه دلالة على المقصود. وكون اللغة العربية شرطاً في خطبة الجمعة هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وظاهر ما قرره بعض عن الحنفية، لكن استثنى الفقهاء حالة واحدة يجوز فيها النطق بغير العربية في خطبة الجمعة، وهي عند العجز، فإذا عجز المرء عن أن ينطق باللغة العربية فله أن ينطق باللغة الأعجمية، ولكن لذلك قيدان. أما القيد الأول فهو ألا ينطق شيئا من آي القرآن بغير العربية، وإذا لم يستع إلى نطق الآيات القرآنية على وجهها فله أن يضع محلها شيئا من الذكر الذي يقوم مقام القرآن في الصلاة لمن عجز عن النطق بآيات القرآن في صلاة. وأما الثاني فهو أن يكون عاجزا حقيقة ولا وجود لآخر يقوم مقامه ممن حضر الجمعة أو قريبا منه. وأما إذا كان ثمة وجود لغير فقد اختل القيد كاختلال الأول بما ذكرناه من قيد. وسادس الشروط أن يكون الخطيب ذا صوت يسمع من قبل العدد المشترط في الجمعة على خلاف في العدد كما سبق. وأما إذا كان يتكلم بكلام في سره
أو بصوت لا يسمع سوى نفسه، فإن ذلك غير واقع موقع الصحة، بل خطبة الجمعة قد اختل فيها شرط من شروطها. ودل على كون هذا الشرط شرط دلالتان، أما الدلالة الأولى فهو أن الخطبة المسموعة لا تكون إلا كذلك، أي بصوت يسمع، وأما إذا كانت على خلاف ذلك فليست بخطبة يجلس لها أو ينتفع منها. وقد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم على هذا السنن، يسمع من أمامه وحوله كلامه الذي يقوله في خطبته من كل جمعة صلى الله عليه وسلم. وأما الثاني فهو الإجماع، وقد حكاه جماعات، ومن أولئك الموفق بن قدامة في المغني وغيره من الفقهاء، والشأن في ذلك مشهور. إلا أن شرط سماع الصوت وأن يسمع الخطيب غيره صوته له قيدان في أقل الواجب وتحقيق الشرط هنا. أما القيد الأول فهو أن يكون بأقل صوت يسمعه الجمع الذي اشترط للجمعة على خلاف عند أصحاب المذاهب. وأما الثاني فهو أن يشمل جميع أعداد الجمع الذي اشترط عددهم في خطبة الجمعة. فإن ذهب مذهب الحنفية وهو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله، فلا بد أن يكون صوت الخطيب مسمعا لهؤلاء كلهم. وكذلك إذا قيل بمذهب الحنابلة والشافعية من أنه لا بد من 40 شخصا، أي تجب بهم الجمعة وتصح، فلا بد أن يسمع بصوته أعني الخطيب جميع ذلك العدد، فلو اختل 3 أو 4 لما أجزأ، وهذا هو الشرط. وننبه هنا إلى أمر ذي بال يتعلق بهذه المسألة، ألا وهو أنه لا يشترط أن يبلغ إلى العقل الباطن صوت الخطيب، كأن يكون بعض العدد الذي تحقق به وجوب الجمعة أصم، أو أن يكون نائما، أو غير ذلك، بل الشرط أن يتحقق القيدان السابقان، ولو لم يصل ذلك إلى نفس المتلقي كأن يكون أصم وما إليه. سابع الشروط وقوع الخطبتين في الحضر، لأن الاستيطان شرط لوجوب الجمعة، فإذا كان ذلك كذلك صح اشتراطه وكان صوابا، وهو مذهب الحنابلة والمالكية والشافعية وظاهر مقررات الحنفية، ودليله علته التي ألحقت بذكره آنفا. وثامن الشروط أن تكون الخطبتان قبل الصلاة، لا أن يؤتى بهما بعد انقضاء صلاة الجمعة، وقد سبق التنويه إلى ذلك، إلا أنه شرط يذكر، وقد ذهب إلى كونه شرط جماعات، وهو مذهب الحنفية والمالكية كما هو مقرر في مشهور كتبهم، إلا أن الشافعية قد جعلوا ذلك ركنا لا شرطا. وتاسع الشروط أن تكون الخطبة ممن يصح أن يكون إماما في صلاة الجمعة، وأما إذا كانت من غيره فهي غير مجزئة، وهذا مذهب الحنابلة
ولم يشترطه جمهور الفقهاء. ودليل الثامن من الشروط شيئان، أولهما الإجماع المحكي، وحكاه ابن عبد البر والموفق بن قدامة في آخرين، والشأن فيه مشهور بين. وأما الثاني فهدي النبي صلى الله عليه وسلم مع خلفائه الرشدة رضي الله عنهم، حيث إنهم كانوا يأتون بالخطبتين كلتيهما قبل صلاة الجمعة لا بعدها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في صحيح البخاري من حديث مالك بن الحويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي. تلك هي شروط خطبة الجمعة في مسار أول وركيزة أولى ذكرناها. نأتي بعد ذلك معشر الألباء إلى مسار ثان هو تال للركيزة الأولى، ألا وهو الأركان، إذ إن خطبة الجمعة كما أن لها شرائط تشترط فتمة أركان واجبة لا بد من تحققها في خطبة الجمعة. أول هذه الأركان ذكر حمد الله عز وجل، ولا بد من الحمد بلفظه، ولو أتي بغير لفظ الحمد له كالشكر وما إليه فإنه لا يجزئ في ذلك. وقد عد الحمدلة شرطا جماعات من الفقهاء، وهو مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة كما هو مقرر في مشهور كتبهم، خلافا للسادة الحنفية فإنهم جعلوا الشرط تحميدة أو تهليلة أو تسبيحة، وهذا كله من ذكر جواز البدلية بين الحمد والتهليل والتسبيح، فأو في قولهم أو تهليلة أو تسبيحة هو على هذا الوجه لا غير، إلا أن الجمهور على كون ذلك شرطا، وهو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجزم به، وهو كذلك، لأن الأدلة تنهض عليه. وثمة دليلان، أولهما ما أخرجه أبو داود في سننه وهو عند الرهاوي في أربعينيته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله رب العالمين فهو أجذم. والحديث اختلف في صحته، وقد أشار إلى حسنه الحافظ ابن حجر والسخاوي كما في فتاويه في آخرين، إلا أن هذا دليل يدل على البداءة لا دليل يدل على شرطية الحمد، ولكنه صالح لذا ذكره جمهور الفقهاء. وأما الثاني فهو الإجماع المحكي، وقد نوه إليه أي إلى عدم وجود المخالف بعض المتأخرين كالموفق ابن قدامة يرحمه الله في المغني وابن أبي عمر في الشرح الكبير، إلا أن مذهب الحنفية على ما سبق فالخلاف محفوظ معروف، ولكن إجماع الصحابة كما قاله ابن عقيل على أنه لا بد من الحمدلة في خطبة الجمعة، وهو ما مشى عليه الناس وعليه العمل. ثاني الأركان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفرق بين ثلاثة أحوال. أما الحالة الأولى فالاقتصار على الصلاة على النبي عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، وأما الثاني فالاقتصار على السلام على النبي عليه صلاة الله وسلامه، وأما الثالث فالجمع بين الصلاة والسلام على نبي الهدى
صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. والركن إنما هو الأول، أي الاقتصار على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فليس الجمع بين الصلاة والسلام ركنا، وإنما الركن ما سبق ذكره آنفا. ودليل كون ذلك ركنا يرجع إلى حقيقة فقهية، وهي قاعدة مرعية عند الفقهاء، ألا وهي أن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله هي مفتقرة إلى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالأذان والصلاة وما إليه، فإذا كان ذلك كذلك صح. ومما يقوي ذلك أن خطبة الجمعة على قول وسبق هي بديلة عن ركعتين، أي تقوم مقام صلاة، فإذا كان ذلك كذلك فإنه لا بد من المجيء بالصلاة في الصلاة، فكذلك يقال في الخطبة، وهذا مما يستأنس به ولا يعول عليه استقلالا. وكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرضا واجبا وركنا لا بد منه في خطبة الجمعة هو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة في مشهور كتبهم، بل في منصوصها أيضا. وثالث الأركان أن تقرأ في خطبة الجمعة آية كاملة، فلو اقتصر على جزء آية لما كان محققا للفرض اللازم، فلا بد من آية كاملة. ويدل على ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه، وفيه قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات ويذكر الناس، وقال ذلك عن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأقل الآيات هي آية واحدة، فدل على وجوبها وفرضيتها ولزومها وعدم صحة خطبة من دون آية على الأقل. ومما يؤكد ذلك ما سبق مما يستأنس به أن الخطبة أقيمت مقام ركعتين، فإذا كان ذلك كذلك صحت ركنية القراءة، لأن الصلاة لا بد من قراءة لشيء من القرآن فيها، وأقل الشيء آية. وكون ذلك ركنا هو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة في مشهور كتبهم ومنصوص ما جزم به متأخروهم أيضا. ورابع الأركان والفرائض الوصية بتقوى الله عز وجل، ولا يشترط أن يتلفظ الخطيب بحرف التاء والقاف والواو ذي العلة مع ما بعده، وإنما الفرض في ذلك أن يأتي بالتقوى والموعظة وما يحقق المقصود والمعنى. وأما جعل اللفظ بنفسه هو الواجب الفرض فهذا ليس مقصودا، وظاهرية مسترذلة كما قاله جمع من الفقهاء. ويدل على صحة ركنية الوصية بتقوى الله شيئان، أولهما أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على ذلك في خطبه، وتبعه خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم أجمعين. وأما الثاني فهو ما يذكر عند الفقهاء من أن المقصود من الخطبة التذكير والوعظ والتقوى تذكيرا بها بلفظها أو معناها، لأن خطبة الجمعة إنما كانت الغاية من ورائها ذلك، فإذا كان ذلك كذلك لا بد من ركنية
ووجوب الوصية بتقوى الله. وقد نص على كون ذلك ركنا واجبا في خطبة الجمعة جماعات، ومن أولئك الشافعية والحنابلة في مشهور كتبهم ونصوا عليه. تلك هي أركان خطبة الجمعة الأربعة مع شرائط سبقت. نأتي بعد ذلك معشر الإخوة البررة إلى مسار ثالث هو تال لمسار ثان يتعلق هنا بالسنن والمستحبات للخطيب. وقد اختلف الفقهاء يرحمهم الله في السنن والمندوبات التي تستحب للخطيب وفي خطبة الجمعة بعينها، فهم كأيدي سبا في حكاية هذه السنن، ولم يتفقوا إلا على أشياء وشذاذات. فمذهب الحنفية قرروا فيه سنن ومستحبات، ومن ذلك أن تشتمل خطبة الجمعة على خطبتين اثنتين لا على واحدة. وثاني السنن عندهم أن تكون الخطبتان خفيفتين، إلا أن الثانية أخف من الأولى. وثالثها أن يجلس الخطيب بين الخطبتين بقدر ثلاث آيات. ورابعها أن يقرأ الخطيب في خطبته قرآن وأقل ذلك آية، وبه يتحقق الندب والسنية. وخامسها أن يتعوذ الخطيب قبل بدئه في خطبته سرا فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا قبل خطبته الأولى لا قبل الثانية، لأن الثانية هي تكملة للأولى، فالبداءة حقيقة إنما هي بالأولى لا بالتالية لها. وسادس السنن أن يبدأ بالحمد. وقد سبق أن ذكرنا أن من أركان خطبة الجمعة الحمد، وفرق معشر الأفاضل بين شيئين، أولهما أن تبدأ بالحمدلة خطبتك، فهذا من السنن لا من الأركان. وأما الثاني فهو أن تضمن خطبتك الحمد لله، فتذكر الحمدلة في ضمن خطبتك. هذا الثاني هو المقصود في الركن والواجب عند من جعله ركنا لازما. وأما البدء فهو مستحب وليس بركن لازم. سابع السنن أن يأتي بعد الحمد بالثناء على الله عز وجل. وثامنها أن يعقب بالشهادتين. وتاسعها أن يأتي بعد ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وعاشرها أن يأتي بعد ذلك بالموعظة والتذكير والقراءة وما إليها. والحادي عشر أن يأتي بخطبة ثانية كالأولى، إلا أنه يدعو للمسلمين مكان الوعظ. وأما الثاني عشر فهو أن يستقبل الناس بوجهه مع استدبار القبلة. والثالث عشر أن يذكر الخلفاء الراشدين المهديين وهم الأربعة المشهورون، ويأتي بذكر عمي النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أسأل، من هم عماه؟ وهما العباس وحمزة رضي الله عنهما. الرابع عشر أن يجلس في مخدع عن يمين المنبر. والمخدع
هو بيت صغير يتوارى فيه الإنسان عن الأعين، كذا قيل عند الفقهاء. والخامس عشر أن يلبس السواد، كذا نص عليه الحصكفي في آخرين. والسادس عشر الطهارة للخطبة، والسابع عشر ستر العورة عن الأعين أو غيرها، والثامن عشر كون الخطبة حال قيام لا جلوس واضطجاع. فهذه بضعة عشر من المندوبات والسنن هي ما ذكره الحنفية يرحمهم الله في خطبة الجمعة. وأما المالكية فقد ذكروا مندوبات وسنن، أولها أن يثني على الله عز وجل في خطبته، وثانيها أن يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثناء على الله، وثالثها الأمر بالتقوى، ورابعها الدعاء بالمغفرة للمسلمين والمسلمات، وخامسها قراءة شيء من القرآن في مجموع الخطبتين، ولا يشترط في كلا الخطبتين على الصحيح عندهم. وسادس السنن أن يسلم الخطيب لخروجه على الناس من الباب، ولا لصعوده عند المنبر، فمذهب المالكية أنه لا يسلم عند الصعود على المنبر، وإنما يسلم عند الدخول على الناس إذا دخل من باب المسجد، لأن السلام عند المذهبية على المنبر مكروه وليس مستحبا. وسابع السنن عندهم الجلوس حتى ينتهي الأذان، أي أن يجلس الخطيب على المنبر حتى ينتهي المؤذن ويفرغ من أذانه. والثامن هو الجلوس بين الخطبتين، والتاسع هو أن تكون خطبتاه قصيرتين، وأما العاشر فهي أن تكون الخطبة الثانية أقصر من الأولى، لا مساوية ولا أطول. والحادي عشر أن يرفع صوته للإسماع. وفرق بين شيئين، أولهما رفع الصوت لأجل الإسماع، وهذا هو السنة عندهم، وأما الثاني فرفع الصوت رفعا زائدا عن الإسماع، فالإسماع قد وقع ولكنه ينهض ليرفع صوته فوق ذلك، فهذا ليس مستحبا عندهم، وإنما الاستحباب هو رفع الصوت لأجل الاستماع أي لعلته، فإذا وقع الإسماع بمكبر أو نحوه فإنه لا رفع للصوت حينئذ. الثاني عشر من السنن هو أن يختم الخطبة الثانية بقوله يغفر الله لنا ولكم. والثالث عشر هو أن يعتمد على قوس أو غيره، والقوس أولى عندهم من السيف والعصا. وأما الشافعية فقد ذكروا سننا ومستحبات، أولها أن تكون خطبة الخطيب على منبر أو على شيء مرتفع إن لم يكن ثمة منبر، والثاني أن يسلم عند الدخول على الحاضرين أي عند الدخول من الباب وما إليه، والثالث أن يسلم إذا صعد المنبر على الناس، والرابع أن يقبل على الناس بوجهه لا أن يلتفت يمينا وشمالا فإن هذا مكروه، والخامس أن يجلس على المنبر حتى يؤذن المؤذن، والسادس أن تكون الخطبة بليغة أي فصيحة جزلة ذات ألفاظ تقع موقعها، وأن تكون كذلك مفهومة بعيدا
عن غريب الألفاظ ووحشي العبارات والجمل وما إليه، والسابع أن تكون الخطبة قصيرة، والثامن ألا يلتفت يمينا وشمالا بل يتجه نحو القوم إلا عند الاحتياج وسبق التنويه إليه آنفا، والتاسع أن يعتمد على سيف ونحوه كعصا وقوس، والعاشر أن يجلس بين الخطبتين مقدارا يسيرا ضبطوه بنحو سورة الإخلاص أي قراءة سورة قل هو الله أحد، والحادي عشر أن يبادر إلى المحراب بعد فراغه من خطبتيه حتى يصل إلى المحراب قبل أن ينهي المقيم إقامته. وأما الحنابلة فقد ذكروا سننا ومندوبات، أولها البدء بالحمد لله، وثانيها أن يثني بعد الحمدلة بالثناء والتبجيل على الله الجليل، وثالثها أن يثلث بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ونصوا على الصلاة ولم يذكروا السلام إلا أنه يدخل فيه من باب الاستحباب، والرابع أن يأتي بعد ذلك بالموعظة والأمر بالتقوى وما إليه، والخامس وفرق بين ترتيب هذه الأشياء وشرطية بعضها، فالشرط المجيء بالمشروط والركن المجيء بالركن، وأما ترتيبه مع شيء بعده أو قبله فشيء زائد عن حده السابق. وأما الخامس أن يقرأ بعد ذلك آية، وأما السادس فهو الطهارة للخطبتين، وأما السابع فهو ستر العورة، وأما الثامن فاجتناب النجاسة، وأما التاسع فوقوعهما مع صلاة من واحد، أي أن يكون المصلي للجمعة بالناس هو الذي خطب بهم، لا أن يكون المصلي آخر والخطيب غيره. والعاشر الخطبة أن تكون الخطبة على منبر أو على مكان مرتفع عال إذا لم يكن ثمة منبر. والحادي عشر أن يسلم على الناس إذا خرج إليهم من باب المسجد، والثاني عشر أن يسلم عليهم إذا أقبل إليهم، وأما الثالث عشر فهو الجلوس على المنبر حتى ينتهي المؤذن من أذانه، وأما الرابع عشر فالجلوس بين الخطبتين جلسة خفيفة جدا، وأما الخامس عشر فهو أن يكون الخطيب قائما لا جالسا ولا مضطجعا، وأما السادس عشر فالاعتماد على سيف أو قوس أو عصا بإحدى يديه، والظاهر أن اليد التي يتكأ عليها يتكأ على العصا بها هي اليسرى لا اليمنى، وأما اليمنى فتكون على حافة المنبر أو المرتقى العالي الذي وقف عليه. والسابع عشر أن يقصد النظر تلقاء وجهه فلا يلتفت يمينا ولا شمالا، والثامن عشر أن تكون خطبته قصيرة ليست ذات طول، والتاسع عشر أن تكون الخطبة الثانية أقصر من الأولى. والسنة العشرون عندهم هي أن يرفع صوته طاقته دون أن يرجع عليه بضرر، والحادي والعشرون أن تكون الخطبة فصيحة معربة دون تمطيط أو تلاوة، والثاني والعشرون أن يكون الخطيب متعظاً متأثراً بما ينادي الناس إليه أو يعظهم به،
والثالث والعشرون أن يستقبل الناس لا أن يعطيهم قفاه أو جنبه وما إليه، والرابع والعشرون أن يدعو للمسلمين والمسلمات، والرابع والعشرون إذا فرغ من الخطبة أسرع في النزول خفيفا دون تأخر. فهذه هي السنن عند الفقهاء على اختلاف مذاهبهم. نأتي إلى جملة منها، من ذلك أن يكون الخطيب مرتقيا منبرا أو محلا مرتفعا، لأنه قد ثبت في الصحيحين من حديث سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ منبرا يخطب من فوقه، وهذا الأدب مجمع عليه كما قاله النووي يرحمه الله في شرحه على مسلم. ومنها أن يسلم عند الصعود على المنبر، وقد ثبت هذا الأدب وهو الأصح من اختلاف الفقهاء ومذاهبهم، لما أخرجه ابن ماجه في سننه من حديث جابر أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم. وقد ثبت عند البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان إذا صعد المنبر سلم. ومن السنن أن يجلس على المنبر حتى يؤذن المؤذن ويفرغ من أذانه، وهذا الأدب حكاه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود في سننه، وقال ابن عقيل أجمع الصحابة عليه. ومن السنن الجلوس بين الخطبتين، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر، وهو أدعى لأن يكون ذا قدرة على تمام الأداء وكماله لخطبته الثانية. ومن السنن أن يتوكأ على عصا أو سيف أو قوس. قال جمع من الفقهاء: إن توكأ على عصا ففيه إشارة إلى أن الإسلام قام على السيف، ويدل على صحة هذا الأدب ما أخرجه أبو داود في سننه من حديث الحكم بن حزن أنه ذكر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فقام صلى الله عليه وسلم متوكئا على سيف أو قوس أو عصا. لكن ذهب ابن قيم الجوزية يرحمه الله في زاد المعاد إلى أن هذه السنة إنما كانت قبل وضع منبر للنبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعد وضعه صلى الله عليه وسلم لمنبر فإنه لم يكن يستعمل عصا ولا سيفا ولا قوسا. وما اختاره ابن القيم قوي جدا وعلته متجهة. وسادس ومن السنن أيضا أن تكون الخطبة قصيرة، ومن الأدلة على ذلك ما جاء في الصحيح من حديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته من فقهه، فاطلبوا الصلاة فأطيلوا الصلاة وقصروا الخطبة. وهذا فيه دلالة على المقصود، ولكن قال الفقهاء: يستثنى من ذلك حالة، ألا وهي إن احتاج الناس إلى زيادة الخطبة، كأن يكون ثمة فاقة بالمسلمين فيحثهم على أن يتصدقوا من مالهم فيطيل لأجل ذلك، أو أن يحثهم على الجهاد والقتال ونحو ذلك من الحاجة التي تعرض، فله أن يطيل حينئذ لا أن تكون عادة. فإذا كان ذلك كذلك فإنه يكون من المستثنى، إلا أن طول الخطبة أمر نسبي يختلف من خطيب لآخر ومن ذي صوت إلى آخر،
فثمة من هو مسرع بجبلته في الخطاب، وآخر مترسل بخلقته في الكلام. ففرق بين من طبع على هذا ومن جبل على ذاك، إلا أن القصر في الخطبة مئنة ومظنة فقه الخطيب. ورابع المسارات وآخرها ما يتعلق بتنابيها، وفيها ذكر مكروهات. أول ذلك أن جمهور الفقهاء قد ذهبوا إلى جواز تلاوة الخطبة من ورقة، وهو مذهب الحنابلة والشافعية، ونصوا عليه في كتبهم. قال الحنابلة والشافعية: لا بأس للخطيب أن يخطب من صحيفة وإن كان يحسن الخطبة من غير ورقة، من غير صحيفة. وأما إذا كان لا يحسن الخطبة إلا من صحيفة فالمتجه استحسان الصحيفة والورقة حينئذ. وأما الثاني فهو اختلاف الفقهاء يرحمهم الله في الدعاء للولاة بأعيانهم في الخطبة، فذهب جمهور الفقهاء وهو مذهب الحنابلة والشافعية إلى جواز الدعاء للوالي بعينه واسمه ووصفه في خطبة الجمعة، واستدلوا على ذلك بدلالتين. أما الدلالة الأولى فأن الأصل الإباحة والمانع عليه الدليل، وأما الثاني فهو أن الدعاء له دعاء له بالصلاح وأن يكون صالحا. ولذلك قال الإمام أحمد يرحمه الله: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها لإمام المسلمين. وهذا فيه دلالة على المقصود. وقد سار أهل السنة والجماعة في الجملة سيرتهم بالدعاء للولاة المسلمين إلا لعلة عارضة، كمنكر فاحش فعله أو ظلم أشهره أو نحو ذلك، لعلهم يحجمون عن ذكر الثناء وما إليه له قطعا لذلك، أو توبيخا لفعله، أو عدم عون لمشهور ما هو عند السامعين أو المستمعين عند الخطبة. وهذه من العوارض، وإلا فذهب الجمهور إلى أنه لا بأس بتخصيص الخليفة أو الأمير أو إمام المسلمين أو الملك والسلطان باسمه ووصفه في خطبة الجمعة. وذهب المالكية إلى أن ذلك من البدع الحادثة فكرهوا ذلك، وهذا مقرر في مشهور كتبهم. وذلك أن الدعاء للأمير والخليفة والملك بعينه ليس مستطابا في خطب الجمعة، إذ إن المقصود منها غير ذلك، فالمقصود منها الوعظ والدعاء وما إليه، أي لعامة المسلمين، أما تخصيصه فلا. وانتصر لهذا القول الشاطبي العالم المجاهد يرحمه الله في كتابه الاعتصام، وقال: هي من البدع التي اخترعها الناس وصنعوها. وعلى كل، فمن دعا وخص الإمام فله حالتان: أما الحالة الأولى فخشية ضرر يلحق به إن لم يدع له لأمر أتى من الإمام أو السلطان بالدعاء له، فاتفقت المذاهب الأربعة هنا على جواز الدعاء، ومنهم المالكية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه في سننه: لا ضرر ولا ضرار. وأما الثانية فهو إن كان مختارا وليس ثمة ضرر يلحق به، فعلى قولين: مذهب الجمهور الجواز، وذهب المالكية
إلى أنه بدعة مكروهة. بهذا نأتي إلى مسارات ذكرناها، والحديث ذو شجون والزمن يسابقنا، سائلا الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في دينه ويعلمنا تأويل كتابه. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها إنك أنت وليها ومولاها. نعوذ بك اللهم من قلوب لا تخشع وأنفس لا تشبع وأعين لا تدمع ودعوة لا يستجاب لها. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعل هذه الكلمات المباركات في ميزان حسناته يوم الدين، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة التوبة للإنتاج الإسلامي والتوزيع، جدة شارع 40 بجوار مستوصف الأنصار، هاتف رقم 693-676-1، ناسخ رقم 591-2782-2. ونستقبل اقتراحاتكم واستفساراتكم على صندوق بريد رقم 8315 أو البريد الإلكتروني. وننبه أن جميع حقوق هذا الشريط محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.